البدايه الكل يتجه لكره القدم، يعني اكيد ان احنا في الفريج ما راح نلعب لا كره يد ولا كره طائره ولا راح نلعب اي شيء، راح نلعب كره قدم. يا انا الكابتن الله يذكره بالخير صلاح سويدان. صلاح سويدان هو احد اعلام كره اليد واحد اعلام الاعلام، كونه مقدم برامج رياضي الله يرحمه، وايضا قال لي او قال للفريق ايش رايكم، كان فريقنا مميز، قال ايش رايكم تجون معي نادي القادسيه. احنا طول عمرنا كنا نسمع ان السالميه هو البطل، من خلال يعني كان النادي الوحيد اللي يطلع معسكرات، وكنا نعرف ان العربي هو البطل، وكنا نعرف ان القادسيه هو البطل. كان فريق نادي الكويت كان بعيد عن البطولات، ولكن كنا لما نشارك في البطولات في ظل وجود هذه الكوكبه اللي انا قلت لك عنها من النجوم، كنا ننافس وكنا نغلق هذه الفرق، يعني بس للاسف كنا نوصل لمرحله ان ناخذ الرابع الثالث. في التسعينات يعني اخونا الكبير عبد الله العثمان وعبد اللطيف، وكان عضو مجلس الاداره بالتسعينات، فكان يتابعنا وكان يتابعنا بالتدريب وكان يتابعنا في المباريات للامانه، فكان يعني هذا الاهتمام انعكس علينا احنا بشكل ايجابي. فلما وصلنا الدرجه الاولى، وقبل لا انسى كان معانا من ضمن الفريق في المراحل السنيه كان الكابتن احمد خليفه، يسمى بذلك الوقت. منو احمد خليفه؟ احمد خليفه هو احمد الشحومي نائب رئيس مجلس الامه السابق، فكان معانا في حراسه المرمى وكان حارس مرمى جدا جدا مميز، وكان هو من الحراس اللي مثلوا منتخب الكويت بالمراحل السنيه سواء او في المنتخب الاول بفتره معينه في قبل ما يتجه للمحاماه. فبالتالي بدينا نعرف هو من هو الاداري، الكابتن عبد الله العثمان. عبد الله العثمان بدا هناك يكون فيه اهتمام، وبدينا نجلب الأمانة على مستوى الدرجة الأولى مدربين مميزين، وكانت المدرسة في سنة 86 اتجه منتخب الكويت إلى أن تعاقد مع المدرب الكبير زوران. زوران من هو زوران؟ زوران في 86 كانت يوغوسلافيا بطلة كأس العالم، وكان هو مدرب هذا الفريق. كأس العالم احنا قاعد نتكلم بأعلى مستوى، فأنت جبت أفضل مدرب بالعالم للمنتخب الكويت. زوران لما درب منتخب الكويت وصنع نجوم بهذا المنتخب، علشان يسهل على نفسه وعلشان انه هو لاعب النادي يجي للمنتخب ويعرف ماذا يعمل في المنتخب او مدرسه زوران، فجلب مدربين للانديه. قامت الانديه تستعين بالكابتن زوران، تقول له عندك مدربين من نفس مدرستك؟ فكان بالفعل جلب مدربين، جلب لنادي الكويت وجلب لنادي كاظمه وجلب لنادي الفيحيل، كلهم مدربين من مدرسة اليوغوسلافية اللي هي مدرسته. فكان عندنا مدرب اسمه بوبي، ما أدري إذا هو عايش ولا متوفي، فكان عندنا مدرب اسمه بوبي كان من أفضل المدربين بالفعل، ونغلنا نغلة نوعية يعني بشكل كبير، نغلنا يعني كان صنع منا اللاعب وصنع منا المدرب وصنع منا الإداري بانضباطه. فكان ما في قشمرة في التدريب، وقت التمرين لازم احنا نعرف متى اللي يتأخر يطلع برا التدريب، كان يعرف متى يشد علينا ومتى يرخي علينا، ايضا اثناء المباريات كان يعرف ماذا يعمل. فبالتالي عمل لنا نقلة مش فنية، ايضا نقلة بالفكر الاحترافي، الكابتن بوبي عبر كابتن زوران اللي هو مدرب المنتخب الوطني. فبالتالي لما وصلنا الدرجة الاولى ايضا اصبحنا من الفرق المنافسة في 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 الدرجة الأولى نادي الكويت، وكان عندنا اللاعبين المميزين. بالتسعينات أذكر بطولة الاتحاد استطاع نادي الكويت أن يحقق أو حققنا بطولة الاتحاد، خلينا كأس الاتحاد. في أيضا بطولة ثانية كانت بدون لاعبين المنتخب استطعنا أن نحقق فيها المركز الثالث، يعني بدأ نادي الكويت يطلع. في 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 دوري 92 كان هناك دوري نظام جديد، نظام الدوري عمل الاتحاد، بس انا قبل لا ادش على نظام الدوري هني بالفتره هذه تغير مدير اللعبه اللي هو عبد الله العثمان، يانا الكابتن بسام المباركي. بسام المباركي وجدنا منه اهتمام مش طبيعي هذا الاداري، وهو عضو مجلس اداره كان بنادي الكويت ووصل لنائب الرئيس. بسام المباركي كان قبل المباريات يعزمنا في ديوانه ويعمل لنا الوجبات او الغداء، نتغدى عنده ونقعد، وعملنا كروح او لمنا كروح الاسره الوحده، فكان هناك ترابط ما بين اللاعبين، حتى لدرجه يعني
في في عهد الكابتن او اخونا الكبير بسام المبارك مبارك ابو مبارك، كنا نطلع ونروح نجي مع بعض يعني حتى بعد التدريب، فعمل لنا روح الاسره الوحده، وكان هو ايضا يعزمنا حتى في المطاعم الخارجيه. المهم فدخلنا احنا في سنه 92 كفريق رابع، كان هناك نظام جديد بان بعد ما نلعب الدوري الاربع الفرق اللي فوق تلعب دوري من قسمين، يروح الأول معه ثلاث نقاط، يروح الثاني معه نقطتين، الثالث نقطة واحدة، الرابع ولا نقطة. فإحنا كنا الرابع، كان السالمية ثلاث نقاط وكان كاظمة نقطتين وكان صليبيخات بذاك الوقت نقطة واحدة، وكنا إحنا رايحين بدون نقاط ونلعب قسمين. في هذه السنة 92 كان أحمد خليفة الشحومي كان لاهي بالدراسة، فاستدعى المدرب قال تعال، قال مستعد، إحنا اليوم صعدنا الدور الأربعة الكبار، المربع نسميه المربع الذهبي بذلك الوقت، تقدر تلعب معنا؟ قال أنا أقدر ألعب معك في دام إن هي فترة بسيطة أنا أقدر ألعب معك. فقال ممتاز، لعبنا في هذه البطولة واستطعنا أن نتفوق على جميع الفرق، تفوقنا على صليبيخات مرتين، تفوقنا على كاظمة، وأيضا تعادلنا مع السالمية، وللأسف خسرنا بفارق هدف أمام السالمية في المباراة الثانية، واستطعنا أن نتجاوز الفرق اللي هو الثالث والثاني ونصل للمركز الثاني للأمانة. وكان هناك نجوم بالفريق مثل ما قلت لك، وليد الحجرف، خالد ماجد، عيال بارون، عباس ووائل، وكنت أنا معاهم، وكان معانا مبارك الحجرف شقيق خالد شقيق وليد الحجرف، إضافة إلى أحمد الشحومي كحارس مرمى ومشعل الخلف كحارس مرمى، وكانوا أثنينهم الحراس، هم حراس منتخب الكويت. ففي هذه السنة كانت سنة ذهبية بالنسبة للأمانة، واستطعنا أن نحقق مركز مميز. طبعا تقريبا احنا في سنة 96 أو 97 لأني أنا انشغلت في عملي، فما قدرت أوفق ما بين أني أنا أكمل باللعب وما بين أني أنا عملي، فبالتالي اخترت عملي. لما اخترت العمل من ضمن العمل اللي أنا اخترته اللي هو كنت أدرس طالب وكنت أعمل، وكنت أيضا أعمل في الفترة المسائية في الصحافة. فأنا كنت للأمانة يعني أنا كنت خلال المراحل السنية أي واحد يبي يعرف أي معلومة عن الرياضة بالنادي أو أقصد بالفريق كان يسألني عنها. بالألعاب الأخرى، منو الملاكم الفلاني اللي حقق؟ علي البلوشي. منو اللاعب المميز بالطائرة؟ فلان الفلاني. منو اللاعب المميز بي؟ أنا كنت يوم كان عمري 17 و16 و15 سنة كنت أحضر جميع المباريات. يعني أنت تلقى واحد مثلا يلعب كرة يد ويحب كرة القدم ويحضر مباريات أو صالة المبارزة، كنت أحضر مبارزة، كنت أعرف لاعبين المبارزة، محمد الحمر اللي هو أول لاعب وصل للدور الثالث في الأولمبياد مثلا، الدكتور اليوم مشعل السرهيد، اليوم الصرعاو مشعل سريع، زياد المطيري، كان لاعبين مميزين بالسكواش، كابتن كاظم القلاف، احمد شقيقه علي القلاف، كنت اتابع محمد غلوم بنادي الكويت، فكنت اتابع جميع الالعاب. يعني انا على سبيل المثال قاعد اعطيك اليوم لعبه المبارزه، ومن المصادفات اللي الواحد ممكن يعني ارجع، معلش ارجع شويه، انا كنت اتابع مباريات المراحل السنيه بكره القدم، فكان شقيقي احمد الله يذكره بالخير وهو احد الداعمين للامانه، احمد العمران، وهو عمل او صار عضو مجلس اداره بنادي العربي امين الصندوق في الدوره قبل السابقه، كان اداري تحت 17 سنه بسنه 82 في نادي العربي، وكان سنه 82 اول مشاركه لمسابقه كره القدم على مستوى مجلس التعاون، اول بطوله، وكان العربي مشارك بهذه البطوله. تخيل يعني نادي العربي يلعب مع نادي المحرق البحريني، ونادي العربي تحت 17 عنده مباراة راح يلعبها مع فحيل، أقول أخوي أحمد أبي أركب معك الباص أبي أروح نادي الفحيل، يقول لي في مباراة دولية، مباراة ما بين المحرق والعربي، مباراة دولية درجة أولى، تخليها وتي معي أنا الفحيل؟ أقول له إيه أبي أروح الفحيل. فكنت أنا أعشق مباريات المراحل السنية وأعرف اللاعبين، يعني أعرف أسمع اللاعبين بكل الفرق كان بذاك الوقت في كرة القدم يعني.